بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل ومنه دوما نطلب السداد والتوفيق والنجاح. على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، نحيي كل الحاضرين، نحيي كل المتابعين عشاق الرياضة في هذا الصباح الجميل. هنا تحيتنا من ميدان سيف العرب لسباقات الهجن في المرموم، انطلاقة أشواط الإذاع مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظ الله ورعاه، التي تأتي وتسمى بإشارة خليفة في كل الميادين في هذه الانطلاقات. هذا أسبوع الإذاع وهذه انطلاقة أول الأشواط للإبكار الخاصة بالإذاع لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل في يوم 8 من شهر 9 2012-2013 انطلاقة هذا الصباح الجميل. نسير مع مقدمة الشوط وهذه الظبي، الظبي سالم بسعيد بن منانة تسيطر وتقود المشاركات لها بالمركز الثاني. يا سلام، هذه اللي في المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن لاحج الهاجري، يضمرها على المركز الثاني والمركز الثالث. شواهين تأتي في المركز الثالث، سالم بسعيد بن منانة تنطلق على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع الصالحية تأتي في المركز الرابع، تعود ملكيتها هناك الدخول على رابع المراكز في هذه اللحظات. وصلت الشاهينية، شاهينية علي بن راشد بن حمد بن غدير على المركز الرابع والمركز الخامس ايضا لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد المكتوم، ومطر بن لاحج الهاجري يضمرها. هذه نعود أيها الحفل الكريم في هذا المسار وانطلاقة أول الأشواط في هذا الصباح الجميل. أسماء جميلة وأسماء رائعة حققت إنجازات كثيرة في سن الحقائق، في سن اللقاية. هذه مرحلة الإذاع تجديد لبداية الموسم في هذا الموسم وفي هذه الانطلاقات. يا سلام، نعود إلى مقدمة الشوط مرة ثانية ونرى هناك اللي قيرت إلى مقدمة الشوط وقادت المشاركات. تحدي ورقص في هذا الميدان، هذه بقول بشاير، بنسميها بشاير. نرجو من لاحج تسجيل الأسامي من بن لاحج، لأن بنسمي من عندنا، بنقول بشاير اللي في المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها مطر بن لاحج الهاجري، بينما المركز الثاني بروك. في المركز الثاني سعيد بن محمد بن معتوق العامري تنطلق على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هملولة تأتي في المركز الثالث أيضا لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد المكتوم. والمركز الرابع هنا شواهين، شواهين سالم بسعيد بن منانة، وهناك المركز الخامس الظبي ايضا لسالم بسعيد بن منانة في هذا المسار وهذا الاداء. 1200 ما تبقى والاذاع متقريبات من بعضهن، يعني دليل على تبادل المراكز، على التغييرات، على الاثارة والحماس في هذا الشوط، الشوط الاول، الشوط الاول. يا سلام يا سلام يا سلام، نعود هناك مع بروق في هذا الشوط التي تنطلق على مقدمة الشوط. سعيد بن محمد بن معتوق العامري يقدم لنا دائما كل ما هو جديد في عالم الأصالة، في عالم الناموس في هذا الانطلاق، بينما المركز الثاني تأتي في المركز الثاني هملولة، هملولة لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمرها مطر بن لاحج
الهايري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك الوصول. مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك اتصل في هذه اللحظات منصور لراشد بن حمد بن غدير، تنطلق على المركز الثاني في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق. يا سلام الثلاثية المقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام، ثلاثية المقدمة منصورة انطلقت إلى مقدمة الشوط. راشد بن حمد بن غدير على المركز الأول، الظبي في المركز الثاني، الظبي سالم بسعيد بن منانة، الظبي ومنصورة، منصورة والظبي، إصدار الأوامر، الرقص. يا سلام يا سلام، هناك صباح الخير يا مرقم، صباح الخير مرقم مع منصورة، منصورة راشد بن حمد بن راشد بن غدير، تهانينا. المركز الثاني الظبي سالم بسعيد بن منانة، المركز الثالث بروق لسعيد بن محمد بن معتوق العامري، المركز الرابع لسالم بسعيد بن منانة، والمركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا، لكن بنعود إلى التوقيت الزمني، التوقيت الزمني 6 دقائق و18 ثانية، تهانينا على هذا الفوز.